حضرت لكم اليوم وصفة كاتو التمر مع صوص كراميل ولا أطيب. لهيدي الوصفة بدنا نبلش بكبيتين وربع من الطحين، حنرجع نضيف عليهم ملعقة ونص صغار من البيكنج سودا وملعقة ونص صغار من البيكنج باودر، وبعدين حنضيف ملعقة صغيرة من القرفة. نخلط المكونات الجافة مع بعضهم. حنرجع نحضر بهالوقت خليط التمر. عندي هون كباية ونص من التمر، حضيف عليها كباية مي مغلية واخلطهم منيح حتى يعملوا لي بيست. أكيد فيكم تعوزوا التمر المطحون. برجع بجيب بيجات تاني 4 بيض، ححط عليهم ملعقة صغيرة فانيلا واخفقهم كتير منيح حتى يكبروا بالحجم وتحسوا هيك لونهم تغير وصاروا شوي فلفي. هلأ حزيد عليهم 3/4 الكباية من السكر، حأخلط أكيد السكر مع البيض كتير منيح، وحأرجع أضيف عليهم 3/4 كوب من الزيت النباتي، وحنرجع نزيد كمان 1/2 كباية لبن. أنا بفضل عوز اللبن بالكيك لأنه بيعطي طراوة كتير طيبة للجاتو. بعد ما نكون خلطناهم سوا حنضيف خليط التمر، وأكيد كمان نرجع نخلط خليط التمر مع خليط البيض يلي عنا. وهلأ بالآخر منجيب المكونات الجافة يلي عنا منضيفهم على المكونات السائلة، وبدنا نعوز ملعقة خشب أو يا أما سباتولا تنخلط هالمكونات مع بعضهم، وما تعوزوا بقى هون الميكسر مشان ما نخلط زيادة عن اللزوم. أكيد أنا زدت هلأ هون شوية جوز، فيكن تزيدوا أنتو جوز، فيكن تزيدوا زبيب، فيكن تزيدوا كمان قطع من التمر يلي انتو بدكن ياه. حنحمي الفرن على درجة الحرارة 180 وندخل الكيك على الفرن، بياخد حوالي 40 ل 45 دقيقة. بنكون نحنا مدورين الفرن بس من تحت، بيطلع الجاتو سوبر طري وسوبر رائع. فينا هيك سمبلي نقلبه ونقدمه مثل ما هو، فينا نرش عليه شوية سكر ناعم، نحط شوية قطع جوز قطع تمر، بيطلع بيرفكت. بس انا حبيت اعمله صوص كراميل بناء على طلبكم. للكراميل عندي هون كباية سكر، زدت عليها حوالي 6 ملاعق كبار من المي، حدوبهم واول ما يصير لونهم هيك على بني فاتح حزيد عليهم 100 جرام من الزبدة، وانطر لحتى الزبدة تدوب بالسكر. اول ما الزبدة تدوب بالسكر بطفي النار تحت الطنجرة وحنقلها هيك على محل تاني، وضيف عليها الكريمة. عندي هون 1/2 كباية كريمة الخفق، اوكي مش كريمة الطبخ يعني كريمة الحلويات. بخلطهم كتير منيح وبنقلهم على جات تاني وبدي انطرهم تا يبرد. كل ما يبرد الكراميل اكتر كل ما يصير اجمل. يعني انا هون انجأ بعد حوالي 1/2 ساعة من ما برد، ليكو كيف جمد معي. وهلأ حارجيكم فيديو تاني نهار تركت الباقي يلي معسته للجاتو، حطيته هيك بتجار صغير. طلعوا ما احلى هيدا الكراميل، فينا نعوزه على البانكيكس على الفرنش توست، حتى فينا نعوزه بحلو تاني بجنن وبضاين كتير بالبراد. هلأ انا هيك ضفت صوص الكراميل فوق الجاتو، رشيت عليه شوية سكر ناعم وحطيت عليه شوية جوز هيك للتقديم. جاتو كتير طيب وكتير سهل، وصفة كتير لذيذة لازم تجربوها. واذا عجبتكم هيدا الوصفة ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب لماي تشانل لوصفات تاني، واكيد فولو مي اون انستغرام، وما تنسوا تبعتولي صور الجاتو تبعكم. وصحتين وألف هنا.